السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله مكمل مع بعضنا شرح وحل منهج مادة اللغة العربية للترم الأول 2024 من كتاب الأضواء. يريد سنة خمسة الأول مرشد قناة تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم. إن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة أنشطة الأضواء على ما سبق دراسته من كتاب الأضواء من صفحة 14 لصفحة 23. هنشوف مع بعضنا أولا على القواعد النحوية. نشاط واحد، صنف الكلمات الآتية لإسما وأفعال وحروف. مهذب، دي طبعا من الأسماء. مهذب طبعا هنا التنوين، عرفناها زاني اسم كلمة منونة. فاطمة، دي طبعا برضو من الأسماء. يذهب، دي طبعا فعل. الواو طبعا دي من الحروف. سمعة طبعا دي من الأفعال. وفي طبعا هي حرف. نشاط اتنين، قال لي حدد ما يدل عليه كل اسم من الأسماء الآتية وبين علامته. يا هند، كلمة هند هنا اسم بيدل على طبعا هنا اسم بيدل على إنسان، مش هند دي طبعا من الإنسان، هند طبعا دي إنسان. علامته هنا طبعا هنا سبقت بأداة النداء، سبقت بأداة النداء بالعلامة هنا النداء. قلم اسم يدل طبعا على جماد، علامته هنا التنوين قلم. جيم الأسد اسم يدل على على حيوان. طيب علامته هنا برضو علامته هنا برضو دخول ال، يبقى نكتب هنا ال. رقم دال الى المطار ما تحته خط، اسم يدل على اسم يدل على مكان. طب علامته هنا طبعا دخول حرف الجر، دخول حرف الجر. وعندي كمان دخول دخول ال. هاء وردة اسم يدل على نبات. طب علامته هنا طبعا التنوين، علامته هنا التاء المربوطة، عفوا التاء التاء المربوطة اولا ثم التنوين. نشاط رقم ثلاثة، قال لي اكمل باسم مناسب ثم اكتب علامته بين القوسين. رقم الف نقط، اجتهدي مثلا يا هاجر اجتهدي. طب علامته هنا طبعا علامته هنا دخول النداء، نكتب كده النداء. نلعب في نقط واسعة، نقول نلعب في حديقة واسعة. طبعا هنا الجر سبق بحرف الجر، بقى سبق هنا بحرف الجر. وعندي التاء المربوطة، التاء المربوطة هنا حرف الجر والتاء المربوطة. رقم جيم نقط، تهاجر شتاء، نقول مثلا الطيور تهاجر شتاء. طبعا عندي هنا علامته هنا دخول دخول ال. دال احرص على التفوق، برضو هنا دخول برضو دخول ال. وسبق برضو وسبق بحرف الجر اللي هو على. نشاط أربعة، قال لي صنف كل فعل من الأفعال الآتية في الجدول. مديني أفعال وأنا هصنفها لفعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل الأمر. الفعل الماضي طبعا ده فعل حدث وانتهى زمنه. الفعل المضارع ده فعل مستمر ولا يزال يحدث. الأمر طبعا ده فعل بنطلب منك من خلال القيام بفعل بفعل معين أو بأمر معين. نشوف مع بعضينا الماضي. عندي يساعد هنا في الأول، ده فعل مضارع يساعد. اكتب، دي طبعا بأمرك انت تكتب، هنا فعل أمر. عاد فعل حدث وانتهى زمنه. اصنع، ده بأمرك ان انت تصنع. يحب، دي طبعا فعل مضارع. رمى فعل ماضي حدث وانتهى. انطلق، دا
طبعا هنا ايه بأمرك، حاول. حاول ده طبعا ايه، حاول طبعا دي فعل ماضي، حاول. عندي يحمل طبعا ايه فعل مضارع. نشاط خمسة، جلدها خطا تحت الحرف ثم بين نوعه فيما ايه فيما يلي. ألف سافر مهند إلى الأقصر، عندي هنا الحرف اللي هو إلى. طب نوعه هنا إيه؟ طبعا هنا نوعه حرف جر، هنكتب هنا كده حرف جر. أتناول الفاكهة والخضروات، الواو طبعا هنا اللي معايا هنا حرف، طب بس نوع هنا حرف عطف، حرف إيه؟ عطف. سأذهب بالقطار أو السيارة، عندي هنا حرفين، حرف الباء وحرف إيه؟ وحرف الأول. الباء هنا عندي أول حاجة الباء هنا حرف جر، حرف جر، والأود طبعا إيه من حروف العطف، حرف عطف. دال رجع الولد الوالد من العمل، من دي طبعا هي الحرف إيه حرف الجر، طب نوح هنا حرف جر. يقف العامل على السلم، عندي الحرف اللي هو على، نوعه حرف جر. ذاكرت دروسي ثم ذهبت للتنزه، عندي كلمة عند الحرف اللي هو ايه ثم، ونوعه هنا حرف عطف. لا اهمل واجبي، لا اهمل واجبي، عندي هنا الحرف اللي معايا اللي هو لا، نوعه طبعا هنا حرف نفي، انا بنفي ان انا ايه بهمل واجبي. لن احضر مع زملائي غدا، لن احضر مع زملائي غدا، عندي ايه الحرف اللي هو ايه لن، نوع هنا حرف نفي، حرف نفي. نشاط ستة، جالي ارسم دائرة حول الاسم المفرد فيما يلي، عندي عامل ده اسم مفرد، مجلتان لا طبعا مهندس اسم مفرد، معلمون لا طبعا دي جمع مذكر، ظهرة دي طبعا ايه اسم مفرد. نشاط سبعة، يلي اكمل بمثنى مناسب، الف الصديقان نقول مثلا ايه مخلصان، التلمذتان مثلا رائعتان أو ذكيتان، جيم نبض سريعان نقول إيه اللاعبان سريعان، دال نبض مجتهدتان نقول إيه التلمذتان مجتهدتان. نشاط 8، قال لي اجمع الكلمات الآتية، كلمة ماهرة لما اجي اجمعها نقول ايه ماهرات، لاعب هنقول ايه لاعبون، كلمة صور نقول ايه اصوار. نشاط رقم 9، بيقول لي صنف الجموع الاتية، مديني كلمات انا هصنفها، الجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. عن طبعا جمع المؤنث جمع المذكر السالم بينتهي واو ونون في حاله الرفع، وياء ونون في حاله النصب والجر. الجمع المؤنث السالم بينتهي بالف وتاء، اما جمع التكسير فلا ايه ليس له نهايات محدده. نشوف مع بعضنا كلمة جنود، طبعا كلمة جنود هنا جمع ايه جمع تكسير، مش مفيش اخرها الف ونون او قصدي واو ونون او ياء ونون او الف وتاء، يبقى دي جمع ايه جمع تكسير. قاضيات طبعا هنا كلمة قاضيات هنا طبعا ايه جمع مؤنث سالم، قاضيات امهات برضو جمع مؤنث سالم خير ألف وتاء. كلمة مدن دي ليس لها نهايات محددة، بكلمة مدن هنا جمع تكسير. صحفيون دي طبعا جمع مذكر سالم، شوارع جمع تكسير، سائحون
جمع مؤنث جمع مذكر سالم، عفوا صانعات، صانعات ايه جمع مذكر جمع مؤنث ايه جمع مؤنث سالم، صانعات. وعندي واحدة هنا كمان اللي هي جمع مذكر سالم كلمة ايه متعاونون. ننتقل لنشاط رقم 10، قال لي ضع لكل جملة الضمير المناسب مما يلي أنا إيه أو نحن. ألف مجرد أمين، نقول إيه أنا أمين، أنا إيه أمين. الجملة اللي بعديها طالبتان ذكيتان، نقول إيه نحن طالبتان ذكيتان. مجرد طفلان موهوبان، نقول إيه نحن طفلان موهوبان. دال نقط مخلصون، نقول نحن مخلصون. نقط متفوقات، نقول نحن ايه متفوقات. نقط متعاونة، نقول ايه انا متعاونة. النشاط اللي معايا رقم 11، بيقول لي ضع لكل جملة الضمير المناسب مما يلي. مديني طبعا ضمائر المخاطب، انت انت انتما انتم انتن. ألف نقط طبيبة، نقول إيه أنت طبيبة بكسر التاء. نقط أخوان طيبان، نقول إيه أنتما. نقط مصريات، نقول أنتن مصريات. فتاتان نشيطتان، نقول إيه أنتما فتاتان نشيطتان. هاء نقط عاقل، نقول ايه انت عاقل. واو نقط متسابقون رائعون، نقول انتم متسابقون رائعون. نشاط 12، بيقول لنا ضع لكل جملة الضمير المناسب مما يلي هو او هي او هما او هم او هن. طبعا ضمائر ايه غائب، طبعا بنستخدمها امتى؟ عندما نتحدث عن اشخاص او اشياء غير ايه موجودة معنا. نشوف مع بعضينا اول جملة. نقط حزينة، نقول ايه نقول هي حزينة. نقط موظفات، نقول ايه هن موظفات. نقط رجلان كريمان، نقول هما رجلان كريمان. هو رئيس. نقط معلمون مخلصون، نقول هم معلمون مخلصون. نقط فتاتان جميلتان، نقول هما فتاتان جميلتان. ننتقل الى النشاط رقم 13، بيقول لي اكمل باسم اشارة مناسب. نقط قويان، نقول ايه هذان قويان. نقط طفلتان، نقول ايه هاتان طفلتان. نقط أميرة، نقول إيه هذه أميرة. نقط لاعبات، نقول إيه هؤلاء لاعبات. نقط مجد، نقول هذا مجد. نقط آثار، نقول هذه آثار. نشاط رقم 14، بيقول لي حدد نوع كل جملة مما يلي اسمية أم فعلية. احنا عارفين ان الجملة في اللغة العربية اما نوعين من الجملة، جملة اسمية بتبدأ باسم وجملة فعلية بتبدأ بايه بفعل. هنشوف مع بعضنا الجمل ونحددها اذا كانت جملة اسمية او جملة فعلية. رقم الف، الطيور تحلق في الفضاء. عن طبعا الجملة هنا بدأت باسم، يبقى عطول نوع الجملة هنا ايه جملة اسمية. عرفتها ازاي ان هي اسم؟ ان هو الكلمه اللي معايا فيها الف ولام. ب تسقي الفلاحات الزرع. تسقي هنا فعل ولا اسم؟ طبعا ده فعل، يبقى نوع الجمله هنا جمله فعليه، جمله فعليه. رقم ج، احب المشاهد المسرحيه. احب المشاهد المسرحيه. احب هنا طبعا هنا فعل، يبقى على طول نوع الجمله هنا معايا جمله فعليه. دال السيارات مسرعة، نوع الجملة هنا جملة اسمية بدأت باسم. نشاط
عشرات 15 بيقول عبر عن كل صورة بجملة اسمية ثم حدد ركنيها. ومديني صور وانا اعبر عن هذه الصورة ايه بجملة اسمية. عندي الجملة الاولى نقول مثلا ايه الام عطوفة. طب ركني الجملة الاسمية اللي هو المبتدا والخبر. المبتدا اللي هو ببدأ به الكلام اللي هي كلمة الام، والخبر اللي هو بخبر بيه عن المبتدا اللي هي كلمة ايه عطوفة. عندي الصورة الثانية نقول مثلا ايه اللاعبون فائزون. اللاعبون فائزون المبتدا اللي هي كلمة اللاعبون، والخبر اللي هي كلمة ايه فائزون. نشوف الصورة رقم 3 نقول ايه الشجرة جميلة. المبتدا اللي هي كلمة الشجرة، والخبر اللي هي كلمة ايه كلمة جميلة. نشاط 16 اللي بين علامة رفع ما تحته خط مبينا ايه مبينا السبب. مديني جمل وعايز اشوف الكلمة التي تحتها خط علامة الرفع، علامة الرفع والسبب. عندي اول جملة قال المسافرون مسرورون. كلمة المسافرون علامة الرفع هنا طبعا هنا الواو، هنا طبعا ايه الواو. طب كلمة المسافرون طبعا هنا جمع مذكر ايه سالم، لانها جمع مذكر سالم. المدرستان المدرستان جميلتان، المدرستان جميلتان. كلمة جميلتان علامة الرفع هنا الألف. طب ليه؟ لأنها هنا مثنى، والمثنى عندما يرفع يرفع بالألف. الضيفة غاضبة، الضيفة غاضبة. طبعا كلمة غاضبة هنا طبعا علامة الرفع هنا الضمة، لأن كلمة غاضبة طبعا هنا ايه جمع، لأنها طبعا ايه كلمة مفردة، لأنها مفرد. نشوف مع بعضينا البنات عطوفات. البنات عطوفات، كلمة عطوفات هنا علامة الرفع هنا الضمة. طب ليه؟ لأنها جمع مؤنث سالم. الشوارع واسعة هنا برضو الضمة، لأن كلمة الشوارع هنا جمع تكسير. نشاط 17 قال ضع خطا تحت الفعل وارسم دائرة حول الفاعل في كل جملة فعلية مما يأتي. ألف تشتد الرياح في الشتاء. طبعا عندي الفعل اللي هو ايه تشتد، وانا ضعت تحتيه خط. الفعل طبعا هو اللي بخبر به، الفعل هو الذي طبعا قام بالفعل. طبعا تشتد الرياح، عند الرياح هنا هي ايه الفعل، بنحط عليها دايرة. يسعى المؤمن للخير، عند الفعل اللي هو يسعى والفعل اللي هو المؤمن. أسرع المريض نحو المستشفى، أسرع المريض نحو المستشفى. طبعا عند الفعل اللي هو أسرع، مين اللي أسرع؟ طبعا المريض، بل المريض هو دي الذي قام بالفعل. رقم د يكره الناس البخيل. يكره هي الفعل، والفعل طبعا اللي هم ايه الناس. نال المجدون الجوائز، الفعل طبعا اللي هو نال. المجدون دي طبعا الفعل الذي قام بالفعل. واو يهتم الأب بالأبناء، الفعل معاه اللي هو يهتم، والأب طبعا اللي هو ايه الفاعل. نشاط 18 اللي ضع خطا تحت الفاعل واكتب علامات رفعه بين القوسين. طبعا احنا عندنا الفاعل هو من قام بالفعل او اتصف ايه او اتصف به، وهو طبعا ايه مرفوع دائما. نشوف مع بعضنا الفاعل. ألف يشرح المعلم بجد. يشرح ده طبعا الفعل، المعلم ده طبعا ايه الفاعل، يبقى نضع تحته ايه تحته خط. علامة الرفع طبعا هنا ايه علامة الرفع هنا الضمة.
لانه طبعا ايه مفرد. ب وصل الضيفان مبكرا، وصل ده الفعل، الضيفان ده طبعا الفاعل. طب علامة الرفع هنا الالف. طب ليه؟ لان كلمة الضيفان، كلمة الضيفان هنا مثنى. رقم جيم، تكرم المعلمات الفائقات، تكرم دي الفعل، المعلمات ده طبعا الفاعل. طب هنا علامة الرفع هنا الضم، لان كلمة المعلمات جمع مؤنث سالم. دال، يرسم الفنانون اللوحة، يرسموا ده الفعل، الفنانون دي طبعا الفاعل. وهنا علامة الرفع هنا الواو، لان كلمة الفنانون جمع مذكر سالم. ها، يحب السياح آثار بلدنا، يحب دي الفعل، السياح دي الفاعل. علامة الرفع هنا طبعا الضمة، لان كلمة السياح هنا ايه جمع تكسير. واو، تحرص الممرضات على راحة المرضى، تحرص دي الفعل، الممرضات هي الفاعل، هي التي تقوم بالفعل على رائحة، على راحة ايه، راحة المرضى. طب علامة الرفع هنا ايه بقى؟ علامة الرفع هنا الضمة. طب واحد شاطر يقول هنا الضم ليه؟ طبعا لان كلمة الممرضات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم عندما يرفع، يرفع بالضم. ننتقل للنشاط رقم 19، جلي صوب ما تحته ايه، ما تحته خط. امسك البنت الكرة، نقول ايه، امسكت البنت الكرة، امسكت البنت الكرة. تغرد العصفور، نقول ايه، يغرد العصفور، يغرد العصفور. جيم، امتلأت الشارع بالسيارات، نقول ايه، امتلأ الشارع بايه، بالسيارات. يستمتع السائحة بالمناظر الرائعة، نقول ايه، تستمتع السائحة بالمناظر الرائعة. ها، تغوص السباح في البحر، نقول ايه، يغوص السباح فين، في البحر. واو، حافظت الطالب على نظافة الفصل، نقول ايه، حافظ الطالب على نظافة ايه، الفصل. هو بيقول لك هنا اذا بدأت الجملة بفعل ماضي او مضارع فان التاء المفتوحة بتدخل على اخر الفعل الماضي، اذا كان الفاعل اسما مؤنثا زي اول جملة معايا، وتدخل على اول الفعل المضارع اذا كان الفاعل اسما ايه، اسما مؤنثا، ولا تدخل على الفعل الماضي او المضارع اذا كان الفعل اسما ايه، مذكرا. نشوف مع بعضنا النشاط رقم 20، يعني اكمل الجمل الاتية بفعل امر مناسب. ألف، يا خديجة نقط الدواء، نقول ايه، تناولي الدواء. عند ياء المخاطبة بتدخل على الفعل الامر اذا كان المخاطب اسما ايه، مؤنثا او مفرد مؤنث، ولا تدخل ياء المخاطبة على الفعل الامر اذا كان المخاطب المفرد المذكر. باء، نقط مبكرا يا محمد، نقول نم مبكرا يا محمد. يا مروة المزياء، أغلقي. طب ليه هنا حطينا ياء المخاطبة؟ لأن المخاطب هنا مفرد مؤنث. يا خالد العصير، نقول اشرب العصير، ما قلناش اشربي. لو هنا الفاعل اللي معايا هنا مؤنث كنا قلنا اشربي، مثلا يا رانيا اشربي العصير، لكن هنا عندي المخاطب هنا اسما مذكرا، فايه، ففعل الأمر لا يدخل عليه ياء المخاطبة. هاء، نقط الرياضة يا مريم، نقول ايه، مارسي الرياضة يا مريم، عشان هنا عندي الفاعل هنا ايه، الفاعل طبعا هنا معايا اسما، او المخاطب هنا اسما ايه، اسما مؤنثا. يا سلمى النشيد، نقول استمعي، استمعي لان ايه، للنشيد. طب ليه حطينا ياء المخاطبة؟ لانها هنا ايه، ان فعل الامر هنا، لان الخطاب هنا ايه، للمفرد المؤنث.
نشاط 21، قال لي حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية والجملة الفعلية إلى جملة اسمية وغير ما يلزم. قبل ما أحول لازم أحدد الجملة اللي معايا في الأول، دي جملة فعلية ولا جملة اسمية. ألف الأطباء يعالجون المرضى، يعني طبعا دي جملة اسمية، عرفناها ازاي انها بدأت باسم، هحولها طبعا أبقى طبعا ايه لجملة فعلية، نعمل عملية المقص، نقول ايه يعالج الأطباء المرضى، عملنا ايه؟ طبعا عندي هنا الجملة الفعلية، عندما أبدأ الجملة بالجملة الفعلية فيلزم الفعل حالة الإفراد مهما كان الفعل معايا مؤنث أو مذكر أو مثنى، لكن لما أبدأ الجملة معايا بالاسم فالفعل ده بيتبع المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع. هنشوف مع بعضنا باقي الجمل. تطيع الطفلتان أمهما، تطيع الطفلتان أمهما، طبعا عندي هنا الجملة دي جملة فعلية، هحولها لجملة ايه؟ جملة اسمية، نقول الطفلتان تطيعان، شوف هنا عملنا ايه في الفعل، تطيعان كده الفعل هنا ايه؟ اتبع المبتدأ في حالة التثنية، تطيعان ايه امهما. جيم يصون المخلصون الوطن، برضو هنا هنعمل عملية المقص، هنا الجملة معايا جملة فعلية حولها لجملة اسمية، نقول ايه المخلصون يصونون الوطن، هنا الفعل اتبع المبتدأ في في الإفراد والتثنية والجمع. دال الأديب يكتب رواية، هنكتب نعمل هنا عملية مقص، هنا الجملة اللي معايا جملة اسمية بحولها لجملة فعلية، نقول يكتب الأديب رواية. يشعر الفائزون بالسرور، يشعر ده فعل يبقى الجملة اللي معايا جملة فعلية هحولها لجملة اسمية، هنعمل عملية المقص، الفائزون دي تيجي في الأول، الفائزون. كلمة ايه؟ الفائزون. يشعرون يشعرون ايه؟ بالسرور. هنا عملنا هنا ايه؟ في الفعل هنا اتبع الفعل المبتدأ في حالة الإفراد والتثنية والجمع. الصيادان يتجولان في الغابة، الصيادان يتجولان في الغابة، دي طبعا جملة اسمية حولها لجملة فعلية. طب لما اجي احول الجملة دي جملة فعلية هيلزم الفعل حالة الإفراد مهما كان الفعل اللي معايا مثنى او مفرد او ايه او جمع، يبقى هنا يتجول فقط، يتجول الصيادان في الغابة. نشوف مع بعضنا تذكر، قال لك في الجملة الاسمية بيتبع الفعل المضارع المبتدأ، يعني في الجملة الاسمية لما يجي بعديها فعل في ان الفعل ده بيتبع المبتدأ في الافراد والتثنية والجمع، يعني لو المبتدأ مفرد يبقى الفعل مفرد، لو المبتدأ مثنى يبقى الفعل مثنى، لو المبتدأ جمع يبقى الفعل ايه جمع، فتلحق حروف تدل على التثنية والجمع اذا كان المبتدأ مثنى او جمع، تمام. في حالة الجملة الفعلية قال لك لا يتغير الفعل المضارع، لما اجي ابدأ الجملة معاي بالفعل اذا بدأت به الجملة سواء كان الفاعل مفرد او مثنى او جمع فلا تلحق أي حروف تدل على التثنية إيه والجمع، يبقى بيلزم هنا يلزم الفعل حالة الإفراد، تمام كده. نشوف النشاط اللي بعده، قال لنا إيه ضع دائرة حول ظرف الزمان وخطا تحت ظرف المكان، بنحط دائرة على ظرف الزمان وخط تحت ظرف المكان. وقف الولد بين أصدقائه،
وقف الولد بين أصدقائه. كلمة بين هنا ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ظرف طبعا، ظرف مكان، بنحط تحتيها خط. يظهر القمر ليلا، هنحط دائرة حول الظرف ايه؟ الزمان، ده طبعا ظرف زمان، كلمة ليلا. حضر الضيوف الآن، الآن برضو ظرف، ظرف ايه؟ زمان. تقع الإسكندرية شمالا، شمالا دي ظرف مكان. الغواصة مختفية تحت الماء، طبعا تحت هنا ظرف مكان، ظرف ايه؟ مكان، بنحط خط. تهاجر الطيور شتاء الى اماكن دافئة، تهاجر الطيور شتاء، شتاء دي طبعا ظرف زمان، بنحط ايه؟ نحط دايرة. ننتقل للنشاط رقم 23. يلي اكمل الجمل الاتية بحرف الجر المناسب مما بين القوسين. اخرجت الكتاب طبعا من الحقيبة. احرز اللاعب هدفا في المرمى. سافرت الأسرة إلى الأقصر. تحدث مدير المدرسة عن أهمية العلم. قطعت البرتقالة بالسكين. سلم الرئيس جائزة العالم أحمد زويل، نقول إلى العالم أحمد إيه؟ أحمد زويل، عفوا هنا نقول سلم الرئيس جائزة للعالم، للعالم أحمد زويل. الجندي شجاع كالأسد. وضعت أدواتي على متن الطاولة. نشاط 24. يصل كل جملة مما يأتي بشبه الجملة المناسب هو الجر ومجرور أو إيه أو الظرف. ألف تتساقط الأمطار، طبعا الأمطار بتتساقط في الشتاء، بنوصل ألف مع ثلاثة. سلمت أميرة على صديقتها، بنوصل باء مع أربعة. يعيش الجمل طبعا في الصحراء. ذهبنا إلى الحفل طبعا مساء. اغسل يدك، اغسل يدك طبعا ايه؟ قبل تناول الطعام. ثانيا على ايه؟ على الظواهر البلاغية. بتاني حاجة على الظواهر البلاغية. عندي نشاط واحد، اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. الف يجمع الفلاح القطن، ده تعبير حقيقي ولا مجاز؟ لا طبعا ده هنا تعبير حقيقي. يطير اللاعب بالكرة، ده تعبير طبعا هنا التعبير مجازي. قلب يرفرف من السعادة، ده تعبير برضو مجازي. الأسد ملك الغابة، ده برضو تعبير ايه؟ تعبير مجازي. احنا خدنا التعبير الحقيقي والتعبير المجازي طبعا في سنة 4. قالك التعبير الحقيقي هو استعمال الكلمات في معناها الحقيقي، مثل الشمس تشرق صباحا. التعبير المجازي هو استعمال الكلمات في غير معناها الحقيقي، مثل مثلا ايه؟ الشمس تضحك. نشوف النشاط رقم 2. اكمل ما يلي بكلمات على الوزن ايه؟ نفسي. مديني حارس، عالم، كاتب، ممكن نقول ايه؟ عائم، فاهم، صادق، رحيم، قدير، كريم، نقول مثلا ايه؟ حكيم، عليم، سليم، محبوب، مولود، منصور، نقول مسرور، معروف، مشهور. اعلم، اروع، اعظم، نقول ايه؟ اكرم، اكبر، احسن. نشاط 3. استخرج من البيتين كلمتين تتفقان في القافية. احنا قلنا القافية توافق التفعيل الاخيرة في الابيات ايه؟ الشعرية، بتكون ايه؟ توافق في الحرف الاخير من الابيات.
طبعا هذا الاتفاق طبعا بيعطي جرسا موسيقيا بتضرب له ايه الاذان. ايها الاطفال سيروا في شموخ للامام وابدأوا سيرا جميلا فيه حسن وانتظام. يبقى عندي هنا القافية كلمة للامام وكلمة ايه وكلمة انتظام. بنكتب كده القافية اللي معايا هنا للامام وانتظام. نشاط 4، اكمل ما يلي بكلمات لها النهاية نفسها. عندي دليل اعمال جميل، ممكن نقول عظيم، كريم، عفيف، لهيب، حبوب، هبوب، ممكن نقول ايه سحوب، جروب، وهكذا. دعاء، دواء، صحراء، ممكن نقول نداء، وفاء. قلم عظيم يتعلم، نقول رحيم، كريم، خبير. ثالثا على القواعد الإملائية، مدين النشاط رقم واحد ورقم واحد لضع خطا تحت علامة الترقيم المناسبة الموضعة فيما ايه فيما يلي. قال الأب لابنه، طبعا احنا قلنا ان النقطتين الرئيسيتين بتوضع قبل ايه قبل القول، يبقى هنا نختار نقطتان الرئيسيتان. ما الذي يغضبك يا بني؟ ده طبعا سؤال بيسأله، بنحط علامة استفهام. فقال الولد لقد رفضت أن يتشارك معي صديق الطعام اليوم، فتركني وانصرف بعيدا ايه وانصرف بعيدا عني. بنا نختار الفصلة. وظل حزينا طوال اليوم، فما أقبح أن نرفض مشاركة الآخرين. ده أسلوب تعجب، بنختار هنا علامة التعجب. ولذا علينا أن نتعاون ونتشارك إيه ونتشارك. يبقى دي طبعا إيه آخر الجملة معايا، بقى نختار إيه نختار النقطة. نشاط 2، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يكتب الولد بالقلم، بالإيه بالقلم. عندنا قاعدة بتقول إيه، عندي حرف الباء وحرف الكاف وحرف الفاء لا نحذف مع الألف عند دخول على إيه كلمة فيها ألف ولام، لكن حرف اللام بنحذف معه الألف عند دخوله إيه على كلمة فيها ألف ولام. دخل الطالب فالمعلم، برضو هنا لا نحذف إيه لا نحذف الألف. حارب الجندي كالأسد، برضو لا نحذف إيه لا نحذف الألف. أعطيت المال للبائع، طبعا عندي اللام لما تدخل على كلمة بها ألف ولام بنحذف إيه بنحذف الألف. نشاط رقم 3، قال لي صوب ما تحته خط. أشرف يذهب إلى النادي، طبعا أشرف هنا الألف بتاعته طبعا هنا همزة قطع. أنتما تلعبان بالكرة، برضو هنا الضمير هنا برضو من إيه همزة، وده برضو همزة إيه همزة قطع. نشوف النشاط المعانا الأخير، نشاط رقم 4، بيقول لنا إيه النشاط. اختر الصواب مما بين القوسين. فتح نغة الكتاب وذاكر دروسه، طبعا عندي كلمة الولد. قال لنا ايه، قال قال دي لوحديها لما نيجي نكتبها منفصله بنحط الهمزه، لكن عندما تدخل قال دي على كلمه بنحذف ايه بنحذف الهمزه. بقال تكتب منفرده بالهمزه، اما اذا اتصلت بكلمه فتكتب بدون ايه الهمزه، مثل كلمه الوفاء وكلمه ايه العلم. وبكده سنة 5 وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ياريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.